ميزانية. خمار الزانية، خمار الزانية. ايوه، نروح بقى الانجيل معلمنا متى، الاصحاح الاول والعدد 3. خلاص يقول لك كده: ويهوذا ولد فارس وزارح من سامار. وكتابنا المقدس ما بيكذبش، هما اللي سرقوا. وفارس ولد حصرون، يعني كتابنا المقدس اخذ من نسل المسيح الابن البكر اللي هو مين؟ فارس. دلوقتي المسلمين نسبوا لرسولهم ابن مين؟ ابن فارس، ابن سمار. ابن سمار. ابن سمار. ابن سمار ابن. سمار. هيرجعوا يقولوا عليها زانية؟ هيرجعوا؟ لا، ده كله مسروق يا تورنيتو، اتفرج كده هنا. ماشي، هم سارقين. سلام. ده بص مكتوب وهو ابن تارح واسمه آزر بن نحور بن ساروع بن ساروغ بن رعوس بن فالح بن عابر. بص هنا الحته اللي موجوده في الكتاب المقدس: بن لامك بن متولاشح بن اخنوخ. ده كله ده يعني سفر كامل في الكتاب المقدس هنا. شفت السرقه؟ وسارقين من مين؟ بيقولنا هنا الرومات بتاعتنا، ويقول لك المسيح من نسل زانية. مين يا عم؟ يعني سمار. لما يجيب لك بقى، لما لكن ان انت سارق بغباوة هتقول على سمار دي زانية تاني؟ دي نقطة. هل يعني لما ام محمد كانت ست الشرف كله خضرة الشرف شريفة نكتة مشرفة، ها؟ كانت مشركة، فما فيش عندها أي حاجة يعني. أي حاجة. والدليل على كده يا مارينا، لما عائشة نفسها قالت إن كانت الأنكحة قبل الإسلام كذا وكذا وكذا وكذا، فيها بلاوي سودة الاستبضاع و و و و صح؟ اسمه كده. عشان كده احنا ما نعرفش أبو محمد عبد الله. إيه عبد الله ده؟ مين عبد الله ده؟ مين؟ اسمه كده الرحيق المختوم، بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. ده مسلم ده؟ تأليف طبعا. تأليف طبعا مسلم. الشيخ عبد الرحمن المبارك كفوري. اهو المبارك كفوري. تأليف. شفتوا السرقة؟ بيقول لك عبد الرحمن. وسارقين مين؟ سارقين مين؟ سارقين سمار. بص يا هما بيجوا بقالهم سنين يا أستاذة فرحة، بقالهم سنين يسمعون. وجاري البحث عن الثلاثة الآخرون، أما نشوف هم سارقينهم ولا لا. صدقني يا أستاذ ترونيتو، أنا متأكدة إن صناعة محمد ده صناعة مماثلة كأنه هو المسيح. ناس أيوة طلعوا طبعا. وعملوا واحد هو ده المسيح. ايوه طبعا طبعا. بدليل كل الحركات، بدليل المقام المحمود، بدليل المقام المحمود. طب برافو عليك، بدليل المقام عليك. المحمود طبعا. أيوة. يعني طبعا انا بقعد اقارن كده. دي بص، الاسلام هو هرطقة يهودية، هرتقى يهودية عملوا من واحد انه هو المسيح. مش اليهود مستنيين المسيح لغاية دلوقتي؟ ايوه. وعارفين صفات المسيح؟ ايوه. في شوية مهرطقين طلعوا عملوا واحد شخصية اللي هو طبعا ما اسموش محمد ولا حاجة، ما عرفش اسمه ايه، بس عملوه بنفس صفات يعني صفات المسيح اللي هم منتظرينه اللي هيطلع بلطجي على الارض. ايوه ايوه